شهيدان في نابلس ورام الله، والاحتلال يسلم جثامين 8 شهداء. السيد الرئيس يضيء شعلة الانطلاق ويؤكد أن السلطة الوطنية لن تنهار أو تحل. الثلوج على مرتفعات 800 متر والأرصاد تحذر من التهويل الإعلامي للمنخفض. نشرة 9 من تلفزيون فلسطين، أهلا وسهلا بكم. استشهد شاب عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه قرب مفرق بلدة بيتا جنوب نابلس. ذكرت مصادر أمنية أن الشاب حسن علي حسن بزور 22 عاما من قرية رابا شرق جنين استشهد قرب بلدة بيتا عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بزعم محاولته دهس جنود قرب مفرق بيتا. في مخيم الجلزون شمال رام الله استشهد المواطن شادي الغبيشي 38 عاما متأثرا بإصابته. وكان الغبيشي أصيب برصاص حي في البطن خلال مواجهات مع الاحتلال أمام مخيم الجلزون قبل نحو شهر. إلى ذلك، سلمت سلطات الاحتلال جثامين 8 شهداء من محافظتي رام الله والبير وطول كرم ارتقوا خلال الهبة الشعبية، وشيع المواطنون في مخيم قلنديا جثامين 3 شهداء بعد تسلمهم. لم يكترثوا لبرودة الطقس، جاءوا منذ ساعات الصباح الباكر، تجمعوا أمام معتقل عوفر الاحتلالي غرب مدينة رام الله بعد أن أبلغوا بنية الاحتلال تسليم جثامين 9 شهداء. ساعات كثيرة انتظرها ذوي الشهداء لتأتي لحظة التسليم، ليتراجع الاحتلال قبيل ساعة الصفر بدقائق عن تسليم الشهيدين أحمد جحاجحة وحكمة حمدان لحجج أمنية. خوف وغضب وحزن، وتعرفي كيف الواحد في موقف زي هيك، خصوصا ام الشهيد واخوات الشهيد، يعني انفتح الجروح كانه اليوم، يعني جرح الشهاده انفتح كانه اليوم استشهد، بالتالي الحزن بلش من جديد. هاي القضيه اللي احنا يعني شعوريا يمكن الرجال شوي بتحملوا شوي، بس النساء ما بتحملوا. بالتاكيد هاي محاولات قديمه جديده من قبل الاحتلال الاسرائيلي، المحاوله لعب بمعنويات ابناء شعبنا وامهات الشهداء واهالي الشهداء، ولكن نقول لاسرائيل باننا هذه اللعبه وهذه الحركات التي تقومون بها ليست مجديه، بالعكس معنويات اهالي شهدائنا معنويات شعبنا هي معنويات عاليه. 8 شهداء تم تسليمهم في معتقل عوفر الاحتلالي، وهم سليمان شاهين من البيرة وغسان حماد وعيسى عساف ووسام أبو غويلة وثلاثتهم من مخيم قلندية، والشقيقان شادي وفادي خصيب وأحمد طه من قطنة. أما الشهيد عز الدين رداد من محافظة طول كرم فقد سلمه الاحتلال على حاجز عناب شرق المدينة. مخيم الشهداء مخيم قلنديا، مئات المواطنين خرجوا لوداع أبنائهم 3 الذين أعدمهم الاحتلال بدم بارد واحتجز جثامينهم ليشيعوهم إلى مقبرة الشهداء وسط حالة من الغضب والحزن. بحسرة وألم يشيع أهالي قلنديا أبنائهم 3 على أمل أن يتم تسليم جثامين ما تبقى من شهدائهم. سارة العذراء، تلفزيون فلسطين، من مخيم قلنديا القدس المحتلة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد حنون رئيس نيابة رام الله. أهلا وسهلا بك سيد أحمد. إلى نشرة 9، هل هناك معلومات حول الجثامين المتبقية للشهداء عند الطرف الإسرائيلي؟ مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. والله معلومات عن باقي الجثامين، يعني هذا المسألة تتعلق في الأخت الارتباط المدني، لكن احنا كنيابة عامة استقبلنا 7 جثامين شهداء في مدينة محافظة رام الله في عصر هذا اليوم، وكانت النيابة العامة والطب الشرعي حاضرين ومتواجدين بالمجمع الطبي في رام الله لاستقبال جثامين الشهداء، وفعلا تم استقبال الجثامين 7. وكعادة عطوفة النائب العام المستشار عبد الغني العويوي والذي يحرص دائما وأبدا على بناء ملف قوي قانوني وقضائي وتماشيا مع توجيهات
القيادة وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، يقوم النائب العام عبد الغني العواوي بإصدار التعليمات الصارمة لأعضاء النيابة العامة بضرورة الكشف الدقيق على جميع جثامين الشهداء وبحضور الطب الشرعي وعلى رأسهم الدكتور صابر العالول، والذي نتوجه بالتحية والتقدير للطب الشرعي الذي الآن هو متواجد في المجمع الطبي يقوم بعملية التشريح. كما أود وباسم النائب العام لدولة فلسطين عبد الغني العواوي أن أوجه التحية والتقدير لجميع ذوي الشهداء الذين أبدوا تعاون مع النيابة العامة في قرارات التشريح للوصول إلى ملفات قانونية وقضائية قوية لعرضها إن شاء الله على المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمين الحرب عن جرائمهم التي ترتكب بحق أبناء الشعب. سيد أحمد، هناك من يغرد خارج السرب ويقول بأن السلطة الفلسطينية قد قبلت شروطا إسرائيلية بدفن الجثامين دون تشريح، ما هي خلفية هذه الأصوات التي تغرد خارج السرب؟ نحن ندير ظهرنا لكل هذه الأصوات، الواقع والحقيقة التي تمارس على الأرض أن النيابة العامة الفلسطينية ودائما كما قلت بتوجيهات عضو النائب العام المستشار عبد الغني العواوي نقوم بالواجب القانوني والوطني لجميع الشهداء سواء تم احتجاز جثامينهم أم لا. نقوم بدراسة الحالي من ناحية طبية وقانونية ونقوم بعملية التشريح، شاء الاحتلال أم لم يشأ نقوم بعملية التشريح بحضور الطب الشرعي والذي نقدره ونحييه على تعبه وجهده، ونقوم بتثبيت كل حالة على حدة، كيف تم إطلاق النار على الشهيد أو الشهيدة وكيفية دخول الرصاص المدخل والمخرج، كل هذه الإجراءات يتم تثبيتها بتقرير طبي قضائي، وتقوم النيابة العامة باستكمال كافة الإجراءات لإعداد ملف قانوني قوي جدا. نعم، شكرا جزيلا لك السيد أحمد حنون رئيس نيابة رام الله على هذه المعلومات. قال السيد الرئيس محمود عباس إن السلطة الوطنية لن تحل أو تنهار، مشددا على أنها واحدة من مكتسبات وإنجازات شعبنا على طريق الاستقلال. ولمن يراهنون على انهيار السلطة أو حلها فهذا أمر غير مطروح، فهي واحدة من مكتسبات وإنجازات شعبنا على طريق إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أساس سيادة القانون وتكريس الهوية الوطنية وتحقيق الاستقلال. وأكد سيادته خلال كلمة لمناسبة أحياء ذكرى 51 لانطلاقة الثورة الفلسطينية أن تحقيق السلام سيسحب الذرائع من المجموعات الإرهابية التي تعمل باسم الدين، مشددا على أن الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لن يتحقق إلا إذا تم الاعتراف بحق شعبنا. تحقيق السلام في منطقتنا سيسحب الذرائع من المجموعات الإرهابية التي تعمل باسم الدين وتستخدم اسم فلسطين والقدس ذريعة لإرهابها. إننا طلاب حق وعدل وسلام، وإن السلام والأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة بل في العالم لن يتحقق أي منها إلا إذا تم الاعتراف بحقوق شعبنا وحل قضيتنا حلا عادلا. خاطب السيد الرئيس الإسرائيليين قائلا إن الآلة العسكرية لن تجلب الأمن والسلام، مؤكدا في الوقت ذاته رفض ممارسات الاحتلال والمستوطنين الإرهابية. إننا نرفض ما تمارسونه بحق شعبنا وبحق القدس وأهلها والمسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل والمساجد والكنائس في كل أرجاء فلسطين، وإننا لن نقبل بإطلاق العنان لعصابات المستوطنين الإرهابيين التي تحرق البيوت وساكنيها وتمارس الإرهاب والعنف ضد شعبنا الفلسطيني في مدنه وقراه ومخيماته، إضافة إلى سياسة العقاب الجماعي
وهدم المنازل. إن دباباتكم ومدافعكم وطائراتكم وجدرانكم واستيطانكم كل ذلك لن يجلب لكم أي أمن أو سلام. وأضاف سيادته مواجها حديثه إلى الإسرائيليين أن شعبنا لن يبقى تحت سطوة الاحتلال والاستيطان، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو تضلل شعبها وهي ترفض السلام وتسعى إلى إطالة عمر الاحتلال والاستيطان. ونقول للشعب الإسرائيلي إن حكومة بلادكم تضللكم وهي لا تريد السلام لكم ولا لنا، وإنما تسعى بكل السبل لإطالة عمر احتلالها واستيطانها لأرضنا، وهي تريد الأرض والأمن والسلام لها وحدها، وهذا أمر مستحيل القبول به. نعم، لن نبقى وشعبنا تحت سطوة احتلالكم واستيطانكم، ولن نقبل باستمرار احتجازكم لجثامين شهدائنا، ولن نقبل استمرار اعتقالكم لأسرانا. فاخرجوا من حياتنا وأرضنا، وارفعوا أيديكم عن مقدساتنا المسيحية والإسلامية. وطلب السيد الرئيس بعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء مجموعات دول دعم تكون شبيهة بتلك التي أنشئت لحل قضايا دولية، مجددا التأكيد على عدم القبول بالحلول الانتقالية أو العودة إلى المفاوضات من أجل المفاوضات. نجدد التأكيد على أننا لن نعود للمفاوضات من أجل المفاوضات، ولن نبقى وحدنا نطبق الاتفاقات الموقعة، ولن نقبل بالحلول الانتقالية أو المؤقتة، وسنعمل على توفير نظام حماية دولية لشعبنا. وإننا مع إنشاء مجموعة دعم دولية تضم عددا أكبر من الدول ذات العلاقة، مثل المجموعات التي نشأت للتوصل لحل للأزمات في المنطقة، وكما نطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام. وعلى الصعيد الداخلي، أكد السيد الرئيس مواصلة العمل من أجل فك الحصار الإسرائيلي عن القطاع، مشيرا إلى أن عودة الشرعية إلى غزة سينهي الكثير من المعاناة التي يعيشها أهلنا هناك. نواصل العمل على فك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة واستكمال مسيرة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وإن عودة الشرعية لقطاع غزة ستؤدي حتما إلى تخفيف المعاناة وإنهاء العديد من المشاكل التي يعاني منها شعبنا هناك. ومن هنا فإنه يتوجب أن تتوقف جميع المزاودات وأشكال التحريض وتصيد الأخطاء، لكي نمضي جميعا في مسيرتنا نحو تحقيق الحرية والكرامة والسيادة والاستقلال لشعبنا. وأعلن السيد الرئيس إنشاء صندوق وطني لدعم تشغيل الشباب، داعيا القطاع الخاص إلى زيادة حجم استثماراته المشغلة لهؤلاء الشباب. إننا نعلن أيضا عن إنشاء الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، وبخاصة الخريجين منهم بمختلف مستويات تحصيلهم العلمي في القريب العاجل، والذي يعنى بتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإدماجهم في سوق العمل والإنتاج، وتقديم القروض اللازمة لمشروعاتهم ومبادراتهم أو لتشغيلهم. ومن ناحية أخرى، ندعو القطاع الخاص الفلسطيني لزيادة حجم استثماراته المستقطبة للشباب، ومن جهتنا سنعمل على إصدار القوانين اللازمة لتسهيل هذه المهمة. إلى ذلك، أضاء السيد الرئيس محمود عباس مساء اليوم شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية 51 في مقر المقاطعة في مدينة رام الله، وقرأ سيادته الفاتحة على طريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
إلى ذلك أحيت جماهير محافظة طول كرم ذكرى 51 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، وأجمع المشاركون على ضرورة توحيد العمل الوطني وتوجيهه للاحتلال في ظل ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية. حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح نبع نضالي وسياسي متجدد تحتفل بها محافظة طول كرم في ذكرى انطلاقتها 51، مؤكدة على أن فتح مفجرة الثورة الفلسطينية تحرص كل الحرص على إنهاء الانقسام وتوحيد صفوف العمل الوطني في وجه الاحتلال الإسرائيلي وهجماته الوحشية. حركة فتح بانطلاقتها وباعتماد كافة الفصائل والمجلس الوطني أن انطلاقة هذه الحركة هي انطلاقة للثورة الفلسطينية المعاصرة. نحن إن شاء الله دائما وأبدا موحدين على قلب رجل واحد باتجاه قضايا وهموم شعبنا الفلسطيني. يجب أن يكون هناك في وحدة وطنية من أجل مشروع الوطني، من أجل إقامة دولتنا الفلسطينية، من أجل الشهداء اللي على رأسهم الشهيد القائد أبو عمار والشهيد الدكتور ثابت وكل شهداء فلسطين. وتكريما لذكرى أبطال حركة فتح الكرميين، أشعل نجل الشهيد رائد الكرمي شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية من ميدان الشهيد ثابت أحد رموز العمل النضالي، ليبرق رسالة للمحتل والعالم أجمع أن فتح باقية على العهد ومتمسكة بالثوابت الوطنية المشروعة وسائرة على درب الشهداء والأسرى. هذه الحركة ستبقى والثورة الفلسطينية ستبقى شوكة في حلق هذا المحتل حتى الوصول إلى القدس عاصمة أبدية لفلسطين. في هذا اليوم أيضا نجدد العهد والوفاء لشهدائنا، لأسرانا، لجرحانا، للشهيد المؤسس مفجر الثورة ياسر عرفات، أن هذه الثورة مستمرة حتى القدس، وأن التناقض الرئيسي والعدو الرئيسي لنا هو هذا المحتل الغاصب. وما مشاركة الأطفال والنساء والرجال الذين قدموا من مختلف أرجاء المحافظة إلا دليل قاطع على استمرارية فتح لتبقى صرحا فلسطينيا خالدا. 51 عاما من النضال تحتفل به جماهير حركة فتح في طول كرم مجددة العهد في خط تاريخ ومستقبل لا يصل إلا لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مستنيرة بمنارة الشهيد الراحل ياسر عرفات وبوصلته. ديانا حكمة من ميدان الشهيد ثابت في طول كرم، تلفزيون فلسطين. وفي قلقيلية أحيت جماهير شعبنا أيضا ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية بمشاركة رسمية وشعبية واسعة. وتستمر الثورة 51 عاما على انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة التي شكلت عملية عيلبون شرارة البداية لها. في مدينة قلقيلية نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح كرنفالا جماهيريا للاحتفال بهذه الذكرى. قلقيلية تحيي ذكرى انطلاقة حركة فتح، الحركة الأمينة والثابتة على الثوابت والتي بقيت قابضة على هذه الثوابت حتى التحرير، وهذه الجماهير اليوم تعلن تمسكها بهذه الثوابت وتعلن مضيها قدما بالمشوار النضالي الطويل الذي اختطاه الشهداء قبلا وسابقا، وهم على هدى دم ووصايا الشهداء نحو القدس حتى زوال الاحتلال وتحرير الأرض. بداية نبارك لكافة أطياف شعبنا انطلاق ثورتي المجيدة، والمرأة الفلسطينية هي شريكة للرجل في مسيرة البناء والنداء، وفي مثل هذا اليوم نستذكر الشهيدات والشهداء وعلى رأسهم الرمز ياسر عرفات والأسيرات والأسرى القابعين خلف قضبان الاحتلال. باسم الفاتح من هاكم كانون. بمشاركة واسعة من شرائح المجتمع الفلسطيني انطلقت المسيرة من أمام مقر قيادة المنطقة وجابت شوارع المدينة وفي مقدمتها العلم الفلسطيني. وصول
وصولا إلى وسط مدينة قلقيلية برايات حركة فتح ومفاتيح العودة وأغاني الثورة الفلسطينية، تم إيقاد شعلة الانطلاقة 51 والتأكيد على إيقاد شعلة الحرية والتخلص من الاحتلال من خلال الهبة الشعبية التي يغذيها أبناء شعبنا بدمائهم. فتح هي تتبنى الهبة الشعبية وهي تشارك بها بكل قوة، ومعني بتصعيدها الهبة الشعبية وصولا للانتفاضة حتى توصل رسالة العالم بأنه آل أوان أن يتم خلاص الشعب الفلسطيني هذا الاحتلال. فكل التحية لكل من شارك بهذه المسيرة، تحية لشهدائنا لأسرانا لجرحانا، وإن شاء الله العام القادم يقام احتفال مركزي بالقدس المحررة. من عيلبون إلى الهبة الشعبية الحالية، مشوار شعب لم يكل ولن يمل في مقارعة الاحتلال. فالثورة الفلسطينية التي انطلقت قبل 51 عاما تتنوع في أشكالها ولكنها أبدا لا تموت. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية. وفي أريحة أحيت جماهير شعبنا ذكرى 51 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، حيث جابت تشكيلات قوى الأمن العام وأبناء حركة فتح شوارع المدينة التي تزينت بالأعلام وصور الأسرى والشهداء. في محافظة أريحة والأغوار، تأكيدا على أن الشعب الفلسطيني العملاق ما زال قابض على فكر واستراتيجية ورسالة هذه الثورة التي جسدت الحق الفلسطيني على المسرح العالمي دبلوماسيا وسياسيا عبر مختلف أشكال المقاومة الوطنية التي أرقاها المقاومة الشعبية السلمية. الفلسطينيون في الضفة وغزة والقدس، والفلسطينيون في الشتات، والفلسطينيون في الداخل، لنؤكد مرة تلو الأخرى أننا أبناء شعب واحد، أننا أبناء شعب واحد. لا يمكن أن يركع إلا لله، لا يمكن أن يركع إلا لله. وهكذا قالها الراحل الرمز أبو عمار. تحية لك أيها القائد يا والد الجميع. ولأن جماهير شعبنا هي وقود الثورة الحامية للحلم والمشروع الوطني التحرري، قدم الآلاف منهم أرواحهم وأجسادهم شهداء وأسرى حفاظا على بقاء شعلة الثورة متقدة ومشتعلة لإنارة درب العطاء والنضال وتحقيق الهدف والاستراتيجية التي من أجلها انطلقت هذه الثورة العملاقة والتي ترتكز على تحرير الأرض والإنسان. يا جماهير فتح، لتكن رسالتكم في هذا المساء إلى كل أبناء شعبنا أن فكرة الثورة المستمرة ما زالت قائمة، فكرة البناء والعطاء، فكرة التضحية. فهذا وطن يستحق من كل السواعد أن تتقدم لتبني وأن ترص صفها أمام هذا التحدي الكبير، تحدي الاحتلال، ويسعى إلى القتل والدمار، وأنتم تسعون إلى البناء. المئات من أبناء الثورة وأشبالها وزهراتها أضاءوا لوحة الاحتفال ببداهة أدائهم وانتمائهم الوطني، وزينوا شوارع أريحة بالعلم الفلسطيني وصور القادة المؤسسين للثورة من الشهداء والأحياء، لتبقى لغة الثورة والنضال هي لغة الكل الفلسطيني المؤمن بالحرية والتحرير، وأن القدس لنا رغم كل محاولات التهويد والاستيطان. ما الحرب الإجرامية التي تشن على شعبنا الفلسطيني من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية إلا هدف سياسي واحد، إبقاء فلسطين خارج هذه الخارطة. وما هبتكم الجماهيرية المجيدة وشهداءكم وجرحاكم وأسراكم إلا عنوان التصميم والإرادة على أن فلسطين ستكون بعاصمتها القدس الشرقية على خارطة المنطقة الجديدة. من أريحة إلى القدس في غزة، ومن بيت لحم إلى الناصرة، يجسد أبناء الشعب الفلسطيني وحدتهم الوطنية قولا وفعلا. لا تثنيهم عن ذلك رهبة أو مهابة محتل مغتصب استبدل السلام بالقتل ورهن الأرض وما عليها لعنجهيته وعنصريته. نصف قرن وأكثر وحركة فتح والثورة الفلسطينية متمسكة باستراتيجية أن الدم الفلسطيني على الفلسطيني حرام، وأن الانقسام هو غريب عن عادات الشعب الفلسطيني. لذلك لابد من السعي لتنفيذ استراتيجية هذه الثورة، وهي تحرير الأرض والإنسان وصولا إلى القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة.
فتحي براهما تلفزيون فلسطين أريحة. استقبلت مخيمات لبنان الذكرى 51 لانطلاقة الثورة بالتمسك بالمبادئ والقيم النضالية التي جسدها الرئيس الخالد ياسر عرفات ويحمل أمانتها الرئيس محمود عباس، وأكدت الوفاء لهذا النهج حتى العودة. في العيد الوطني لمن تعالت على العصبيات وصانت الإثنيات، في عيد من ظللت الشعب الفلسطيني وأحرار العالم براية الثورة حتى النصر من أجل أقدس القضايا، ازدانت مخيمات لبنان وتجمعاتها بالرايات والشعارات احتفاء بالذكرى 51 لانطلاقة حركة التاريخ والشهداء، حركة الكفاح والنضال بكافة الألوان، حركة فتح. مظاهر الولاء والوفاء طالت المدن اللبنانية التي تحظى بحضور فلسطيني وبينها صيدا القديمة. بذكرى الانطلاقة نجدد العهد والقسم للرئيس الراحل أبو عمار وللثابت على الثوابت الأخ الرئيس أبو مازن على أننا نحن سنبقى على العهد فتحويين بإذن الله حتى الممات، حتى الشهادة بإذن الله. الساحة اللبنانية ما برح منها عبق الذكرى رغم كل التحديات، فلسطينيون ولبنانيون كل فرد فيه شيء منها، زرعوه ورووه بالدماء وحافظوا على غرسهم. الله يجمعنا وما يفرقنا ويجمع كل الشعب الفلسطيني الواحد، هذا أكبر عيد بكون نحن عنا لما بتكون فتح حاضن كل الشعب الفلسطيني مثل ما هلا حاضن طويل الشعب الفلسطيني، لأنه بدون فتح الشعب الفلسطيني ما بينجمع. ففتح هي الأم، هي النضال، فتح هي المبدأ، مبدأ الأساسي، مبدأ الثورة، مبدأ يعني كل الثورات خلقت من وراء كلمة فتح. شوارع صيدا القديمة تشهد كمعين الحلوة وكل المخيمات على مآثر ومحطات نضالية في لبنان، شكل عمادها مناضلون وثوار يستعيدون الذكرى بعزة وفخار. وكانوا يقبلوا بس 18 وبالطالع، والأشبال طبعا يعني ما كان حدا يطلع من لبنان شبل، بقى كان أول واحد 17 سنة كان عمري، وميت غصيب اللي نزلت عند الأخ أبو علي لحتى قال لي نحطوه بالدورة ومشوا. توصينا يمشوا بالمسيرة الانطلاقة، وما قضيتنا يعني بدناش مين يجرنا عليها. إذا إحنا ما كنا لا قضيتنا أوفياء ولا قيادتنا أوفياء ما بصير. الفلسطينيون في الشتات الذين نقلتهم الثورة من رماد النكبة إلى جمرة الثورة يحتفلون على مدى الأيام المقبلة بالمناسبة في هبة جماهيرية إحياء للانطلاقة تشمل مسيرات شعبية ومهرجانات وندوات. باسم الدم باسم الجرح يواصلون المسيرة، فلسطين أمامهم والمخيمات وراءهم والقبلة هي قدس الأقداس. من مدينة صيدا جنوب لبنان، زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين. وفي سلفيت شارك العشرات من المواطنين في إيقاد شعلة الثورة، وطالب المشاركون بضرورة التحرك الدولي لإنهاء الاحتلال والحق بالاستقلال. اليوم خرجت كافة أبناء محافظة سلفيت وكل كادرات الحركة في محافظة سلفيت وإخوتنا في الأجهزة الأمنية لإيقاد شعلة الانطلاقة، شعلة الثورة الفلسطينية. هذه الحركة التي انطلقت عام 1965 ولا زالت في كل قوتها، وبدأ كل الحاضرون بالهتاف دعما وتأييدا لهذه الحركة العملاقة والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بكل مكونات القيادة الفلسطينية دعما لهذه القيادة ودعما لمسيرة هذه الحركة. معنا من الخليل المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أهلا وسهلا بك سيد أسامة. رسالة حركة فتح لمن يراهنون على انهيار أو حل السلطة الوطنية الفلسطينية وليدة ومنجز شعبنا الفلسطيني على طريق الاستقلال. يعني التحية، كل التحية للأكرم منا جميعا، شهداء حركة فتح، شهداء الشعب الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني. ونبعث بتحية إكبار وإجلال إلى مخيم قلنديا الباسل الذي يواري الثرى الآن أبناءه في هذه اللحظات،
وأيضا إلى مخيم الجلزون الذي ودع شهيدا قبل قليل شادي الغبيش. التحية إلى شهداء هبة القدس الذين لبوا نداء فلسطين، نداء أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، من الخليل في الجنوب إلى قلقيلية في الشمال، إلى القدس العاصمة، إلى غزة هاشم، إلى كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، إلى مخيماتنا في لبنان وفي اليرموك، الذين يثبتون يوما بعد يوم أن هذا الشعب الفلسطيني كطائر الفينيق يخرج كل مرة بأكثر عناد وأكثر تمسكا بحقوقه الوطنية، وأن آلة البطش وآلة القتل الإسرائيلية بالرغم من هذا الحجم الهائل من القتل والدمار والتدمير والتشريد وهدم البيوت وحرق المزروعات وحرق المساجد ومحاولات التهويد للمسجد الأقصى ومحاولات قلع الفلسطيني من جذوره، يثبت الشعب الفلسطيني مرة بعد مرة وفتح في القيادة وفي المقدمة أن هذا الشعب الفلسطيني لا يستكين ولا يهدأ ولا يمكن له أن يرضى بعيشة العبيد، إما حياة تسر الصديق وإما شهادة تغيظ العدا. ونحن في الذكرى 51 لانطلاقة أم الجماهير الثورة الفلسطينية حركة فتح التي فجروها هناك في عيلبون في الفاتح من يناير 65 وصولا إلى العام 2016، والثورة الفلسطينية لهابة لهابة مستمرة مستمرة، نحقق الإنجاز تلو الإنجاز ضمن منظومة متكاملة من العمل المقاوم. ففي الميدان أشبالنا وشبابنا وقيادات حركة فتح جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب الفلسطيني يتصدون لكل محاولات تهويد الشعب الفلسطيني وتهويد الأرض الفلسطينية وخلع الفلسطيني من أرضه. بالتوازي القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس يواكب هذا العمل الميداني من خلال العمل السياسي والدبلوماسي، فمن رفع العلم الفلسطيني في انتفاضة جنرالات الحجارة على أعمدة الكهرباء إلى رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة. في العام 65 لا تستطيع أن تتحدث بأنك فلسطيني، قالها لي صديق، لا تتحدث أنك فلسطيني فإنك ستقتل في كل مكان في العالم أجمع. اليوم نفتخر ونرفع رؤوسنا عاليا إلى السماء عندما نقول نحن فلسطينيون. والرسالة التي نبعثها اليوم لشعبنا الفلسطيني مزيدا من الصبر ومزيدا من الوحدة ومزيدا من الأمل، والنصر قاب قوسين أو أدنى، وعقارب الساعة إن توقفت لا بد وأن تدور. فنحن اليوم الحقيقة على هذه الأرض، نحن شعب فلسطيني واحد في كل أماكن تواجده، في غزة، في الضفة، في الداخل، في المخيمات. الهوية الوطنية الفلسطينية رغم أنف الإسرائيليين حاضرة في كل مكان، سواء هنا في فلسطين أو في المجتمع الدولي. الاعترافات الدولية متزايدة بحقوق الشعب الفلسطيني، لذلك نفتخر بما أنجزناه عبر مسيرة طويلة مسارها 51 عاما، ونقول شعارنا في حركة فتح ثورة حتى النصر، والثورة مستمرة، والنصر يكون بزوال الاحتلال وكنس الاستيطان ولا يمكن منا. كما قالها الرئيس أبو مازن اليوم، نحن هنا باقون ومصرون على الحياة، ونحن نحب الحياة على ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولكن أيضا نفدي هذه الأرض بدمائنا وبأرواحنا، وهذه الأرض المعجونة بدماء الشهداء لا يمكن لها أن تقبل التزوير الإسرائيلي. نعم سيد أسامة، الرسالة الآن لإخواننا. نعم سيد أسامة، فمئة عام وهذا الشعب يتعرض إلى مجزرة تلو المجزرة، وهو صامد واقف محافظ على عاداته وتقاليده ومنظومة. نعم سيد أسامة، الرسالة لإخواننا في قطاع غزة، إخواننا أبناء شعبنا من حركة حماس. يعني أنا لا أسمع. سيد أسامة هل تسمعني؟ مسموع؟ هلا مسموع. نعم سيد أسامة، باختصار لو تكرمت لضيق الوقت عذرا،
رسالة حركة فتح لإخواننا وأبناء شعبنا من حركة حماس في مطلع ثورة جديدة والذكرى 51 لانطلاقة حركة فتح. يعني اليوم بالرغم من الحصار وبالرغم من المنع من قبل حركة حماس لإحياء والاحتفاء بذكرى حركة فتح وانطلاقتها، انطلاقة الثورة الفلسطينية باعثة الهوية الوطنية الفلسطينية، نقول لهم، نوجه لكم ألف تحية على ما شاهدناه من عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من خان يونس إلى رفح إلى الجند المجهول، نساء شيخا شبانا، خرجوا من أجل التأكيد على وحدة الشعب ووحدة المصير للالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية. خرجوا ليقولوا للرئيس محمود عباس: سر يا أبا مازن، ولن نقول لك كما قال اليهود لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. بل يقولون: نحن جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، لا يمكن لآلة القمع الحمساوية والإسرائيلية أن تسلق قطاع غزة، قطاع أبو جهاد وكمال عدوان وغريب وأبو الجديان والمدهون عن الشعب الفلسطيني. فلا طالما غزة كانت شوكة في خاصرة المحتل الإسرائيلي، وكانت دائما حامية للمشروع الوطني الفلسطيني، ومؤكدة بالتفافها الجماهيري الواسع حول منظمة التحرير الفلسطينية. اليوم سمعنا صوتا مدويا ورسالة عنوانها، لمن أراد القراءة فليقرأ، أن شعبنا الفلسطيني في القطاع من شماله إلى جنوبه بالرغم من الحصار والمنع وآلة القمع الداخلية يقولون: نحن فلسطينيون ونرفض إخراجنا وتفريغنا من هويتنا الوطنية الفلسطينية. نعم. رسالة إلى حركة حماس، رسالة وحدة وطنية حقيقية لها علاقة بمنظمة التحرير، لها علاقة بالدولة، لها علاقة بالشراكة، لها علاقة بالديمقراطية الحقيقية. وإحنا بحركة فتح أعلناها منذ زمان، شركاء في الدم، شركاء في القرار، وليس سياسة الإقصاء. لا يوجد لدينا سياسة الإقصاء، بل نعم. لدينا وجهة نظر واحدة بوصلة نعم. واحدة، هو شعب واحد ومنظمة واحدة وتمثيل واحد وعدو واحد اسمه الاحتلال الإسرائيلي. لذلك رسالتنا نعم. لأبنائنا في حركة فتح مزيدا من الشموخ ومزيدا من الوحدة ومزيدا من الالتفاف حول القيادة الوطنية الفلسطينية، ومزيدا من ترسيخ مبادئ وثقافة حركة فتح التي تعلمناها جيلا وبعد جيل. وأكثر ما أثلج صدورنا اليوم أننا رأينا ابن 10 سنين و15 سنة و20 سنة يرفعون راية حركة فتح وصور القادة العظماء الشهداء وصورة الرئيس محمود عباس جنبا إلى جنب مع قائد المسيرة ياسر عرفات رحمة الله نعم. عليه، الاسم الثاني لفلسطين. شكرا، شكرا جزيلا لك سيد، على أصالة نعم. هذا عذرا لضيق الوقت، أشكرك جزيلا الشكر مع قيادته وشعبه نعم. أشكرك جزيل الشكر السيد أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح، كنت معنا من الخليل. شهدت العاصمة المحتلة خلال العام 2015 تصعيدا إسرائيليا متواصلا لمختلف القطاعات عليها. العام 48 للقدس تحت الاحتلال شهد استمرارا في التصعيد الذي لم يتوقف يوما. مفتاح الحرب ومفتاح السلم المسجد الأقصى المبارك الذي فجرت مواصلة استهدافه هبة جماهيرية عقب الأعياد العبرية التي شملت اقتحاما عسكريا لباحته وتدنيس حرمته والتنكيل بالممنوعين من دخولها والاعتداء على الطواقم الصحفية التي غطت هذه الجريمة، وحصيلة المقتحمين من المستوطنين فيها أكثر من 12,000. هناك عملية قوى طاردة، قوى طاردة من داخل المسجد الأقصى والمدينة إلى خارجها، وفي نفس الوقت عملية إحلال للمتطرفين في مشهد جديد ليظهر المسجد الأقصى وعلى أن له قداسة يهودية كما أن له قداسة إسلامية ليظهر أنه مكان متنازع عليه.
الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المكون من المستوطنين جعل وتيرة التوسع الاستيطاني مرتفعة عبر تسمين 15 مستوطنة قائمة في القدس، ما أدى إلى تفوق عدد المستوطنين على عدد المقدسيين ب200 ألف مستوطن مقابل 175 ألف مواطن مقدسي بفعل الجدار العنصري الذي عزل أكثر من 120 ألف مقدسي خلفه. حوالي 12 مستعمر إسرائيلي تم المصادقة على مخططاتها الهيكلية، بمعنى أنها هي ستأخذ فقط مرحلة واحدة، المصادقة وزارة الدفاع ورئيس الوزراء بالإضافة إلى الإدارة المدنية، وبالتالي طرح هذه الوحدات السكنية. ما تم المصادقة عليه وما تم طرحه من حركة السلام الآن حوالي 55 ألف وحدة هي جزء من هذه المستعمرات التي تم المصادقة عليها ولم يجري تفعيلها على أرض الواقع. بصرف النظر عن قوة هذا الاحتلال وما يملك من قوة أمنية ومالية، إلا أنه لن يستطيع إثناءنا عن برنامجنا السياسي بأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وبالتالي التحرك القيادة الفلسطينية على المستوى الدولي مع إمكانيات شعبنا على الأرض رغم قلة الدعم الحقيقة، وأعطى صورة أنه هاي مدينة محتلة وأن وجود الاحتلال فيها هو لا أكثر ولا أقل كاحتلال. شهد العام أيضا إعدامات ميدانية طالت 40 شهيدا من القدس، نصفهم يحتجز الاحتلال جثمينهم، إلى جانب هدم أكثر من 70 منزلا ومنشأة والتهديد بهدم 20 ألف منزلا بحجة عدم الترخيص والإخطار بإخلاء 15 عائلة من منازلها في القدس القديمة، عدا عن تكثيف الاعتقالات التي شملت أكثر من 2260 معتقلا. استمرار رزوح القدس تحت الاحتلال جعل أعوامها مختنقة بالتهويد والأسرلة والإحلال في مختلف القطاعات، ففي العاصمة المحتلة تجري جرائم تزوير وتشويه لهويتها التاريخية بقوة نفوذ الاحتلال وماله من قلب العاصمة المحتلة. كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين. كشفت صحيفة هارتس أن الشرطة الإسرائيلية بثت شريطا دعائيا أظهرت فيه استهداف الفلسطينيين من خلال ممارسات قمعية بعيدة عن مهامها الرئيسية وفيها دعوات قومية عنصرية. رسائل عنصرية ومضامين تبثها الجهات الرسمية الإسرائيلية فيها من التحريض ما يكفي لأن يصبح أي إسرائيلي على أهبة وأتم الاستعداد للقتل، حيث كشفت صحيفة هارتس العبرية أن شريطا دعائيا نشرته الشرطة الإسرائيلية في إطار حملة دعت فيها إلى تجنيد المتدينين الصهاينة لصفوفها يكشف في حقيقة الأمر عن مضي الشرطة قدما نحو تحويل مهامها من محاربة الجريمة ومكافحة العنف إلى مهام تهدف إلى محاربة المواطنين العرب. هذا التحول في سلوك الشرطة الإسرائيلية بدا واضحا من خلال ما كتبته الشرطة في مقدمة الشريط قائلة: هذه هي الفترة الهامة، الآن بالذات نتجند للمهام القومية، واستخدمت كلمات مثل رسالة ورؤية وصهيونية، وعرضت مشاهد تظهر إجراءاتها ضد الفلسطينيين كفحص الهويات الخضراء وعمليات هدم البيوت واقتحام الحرم القدسي. وفي تصريحها لم تنفي الشرطة الإسرائيلية أنها لا تحاكي العلاقة ما بينها والمواطنين، بل اعتبرت أن هذه المضامين القومية والعنصرية هي التي تثير اهتمام الجمهور وتجذبه إليها، إذ بتت وكأنها تنظيم عسكري لا هدف له إلا محاربة العرب. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين. قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن ذروة المنخفض الحالي ستكون يوم غد الجمعة بسقوط الثلوج على المرتفعات التي تزيد على 850 مترا وتراكمية على التي تزيد على 950 مترا. وقد حذرت الأرصاد الجوية من التهويل الإعلامي الذي يقوم به هواة الطقس ويربكون به المواطنين. بعد توقف هطول الأمطار على البلاد لأسابيع عدة، عادت الغيوم لسماء بلادنا من جديد حاملة معها الأمطار والبرد والثلوج في منخفض تتأثر به فلسطين يستمر حتى مساء يوم السبت القادم،
تكون ذروته يوم الجمعة بسقوط الأمطار الغزيرة على كافة المناطق والثلوج على المرتفعات التي تزيد على 850 مترا وتراكمية على 950 مترا. يستمر تأثير المخفض الجوي يوم غد وأمطار قوية غزيرة في ساعة الصباح، لكن تخف حدتها، ولكن تسقط الأمطار والثلوج بإذن الله على المرتفعات التي تزيد على 850 متر وتكون غير تراكمية، بينما هناك توقع بإذن الله أن تكون الثلوج تراكمية على المرتفعات العالية والتي يزيد ارتفاعها على 950 متر. أيضا غدا حذرنا من سرعات رياح عالية، أمطار غزيرة مصحوبة عواصف رعدية هذه الليلة وغدا. درجات الحرارة تتدنى يوم الجمعة لتصل في بعض محافظات الوطن لصفر مئوية تقريبا كالخليل وواحد في رام الله والبيرة. خلال تساقط الأمطار يتم إذابة هذه الثلوج المتساقطة، لكن تصل درجة الحرارة بإذن الله في مدينة الخليل إلى الصفر المئوي أو ما دون الصفر بقليل، يعني من الصفر لناقص واحد، بينما في مدينة رام الله تصل والقدس من واحد إلى صفر مئوي. ونظرا لعدم تدني درجة الحرارة بالشكل المطلوب، هذا يؤدي إلى عدم ثبات تساقطات الثلوج. دائرة الأرصاد الجوية حذرت من التهويل الإعلامي من قبل بعض هواة الطقس الذين يربكون المواطنين ويدفعونهم للتهافت على شراء الغاز والدفايات وشراء الخبز بكميات هائلة فوق الحاجة، ما يدفع التجار لاستغلال حاجة الناس لهذه المواد فترتفع أسعارها. هذا يعود على وسائل الإعلام المحلية التي تقوم بتسويق هؤلاء الأشخاص، لأنهم لا يمتلكون من الخبرة أو يمتلكون من الأجزاء أو المعدات أو الدراية في هذا المجال. لذلك نناشد الإخوة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وأخذ المعلومة فقط من مصدرها وهي جهة الاختصاص. وتحذر الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة وشدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، وتحذر أيضا من تدني مدى الرؤية الأفقية. إذن على جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض والالتزام بتعليمات دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، وبالتحديد خلال سقوط البرد والثلوج، مع تمنياتنا السلامة للجميع. هارون عمير، تلفزيون فلسطين. إلى أبرز عناوين هذه النشرة الإخبارية. شهدان في نابلس ورام الله والاحتلال يسلم جثامين 8 شهداء. السيد الرئيس يضيء شعلة الانطلاقة ويؤكد أن السلطة الوطنية لن تحل أو تنهار. الثلوج على مرتفعات 800 متر والأرصاد تحذر من التهويل الإعلامي للمنطقة. أشكر لكم طيب المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته.